أيضا في مقطع الحقيقة اليوم تحدث فيه معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة مع الزميل تركي العجمة بتكليفة مشرفا عاما على القنوات الرياضية القادمة بإذن الله تعالى. خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع. كسبنا تركي العجمة أخوي في برنامج في إدارة القنوات الرياضية السعودية والإشراف عليها مع سلسلة من النجوم في الهوية الجديدة اللي راح تكون هوية يعني الشكل القديم كله هدم وانتهى، وراح تكون إن شاء الله شكل جديد نتعاون فيه مع أخوي داود الشريان. خير إن شاء الله ما اخترنا تركي العجمة إن شاء الله، وبتشوفون قنوات سعودية إن شاء الله تكون سباقة في كل شيء إن شاء الله. مبروك يا تركي. شكرا معالي الوزير، تشرفت يا حبيبي بالمهمة، وإن شاء الله بدعمك نحقق نجاحات. شكرا شكرا شكرا.